أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جلت عظمته وتعالت كلمته: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. روينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله، أن يرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو يدخله الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ووددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا الحديث الشريف قوي الدلالة والحجة على فضل الجهاد والتضحية في سبيل المبادئ المقدسة والمواطن المهددة. وأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يبرز هذا الفضل الذي تكفل به المولى سبحانه وتعالى في صورتين. في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وفي تمنيه صلى الله عليه وسلم تكرار القتل في سبيل الله، وذلك ما يبين شرف الجهاد ويجلي قيمة المجاهدين عند الله. فالجهاد حياة سامية وعزة باقية وحديث لا ينسى ولا يمحى. وأخرج الإمام مسلم في مسنده الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعيدها علي يا رسول الله. ففعلها صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. هكذا كررها صلى الله عليه وسلم 3. وقد كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم بكلمة أعادها 3 لسفهان. وإن كشف هذا الحديث شيئا
فإنما يكشف أن قيمة المسلم تكمن في إيمانه واستعداده وفي نشاطه واجتهاده. فالرضا بربوبية الله وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم معناه الإيمان بوجود الله والتصديق برسالة الله. والرضا بالإسلام دينا معناه العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوجيه والتشريع. وآخر الحديث الشريف يعلن أن الجهاد إعلاء لكلمة الله، وأن من أعلى كلمة الله في الدنيا أعلى الله مقامه في الأخرى بما شاء من عليا المراتب والدرجات. وأخرج الإمام الترمذي في جامعه عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وهذا الحديث الشريف يؤكد أن الإسلام في حاجة إلى الجهاد عند وجوده وظهوره وعند نهوضه ونفوذه، فهو الذي يرفع أولياءه ويدفع أعداءه وينفذ شرائعه ويؤمن أوطانه وطرائقه. وأخرج الإمام أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أوقيش رضي الله عنه كان له ريبا في الجاهلية، فكره أن يسلم قبل أن يأخذه، فلما كان يوم أحد جاء وقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا له: إليك عنا يا عمرو. قال: إني آمنت. فقاتل حتى جرح وحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال لأخته سليه: أكان ذلك حمية وغضبا لقومك، أم كان ذلك غضبا لله عز وجل؟ قال: بل غضبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمات ودخل الجنة وما صلى لله صلاة قط. وعند ابن إسحاق أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل الجنة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصل قط، فيسكت الناس، فيقول أبو هريرة: إنه أخو بني عبد الأشهد، أي عمرو بن أوقيش رضي الله عنه. وأصل هذا قول الله عز وجل في كتابه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وأخرج الإمام مسلم عن سهل بن حنيف البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس
ولكن أكثر الناس لا يفطرون. وبعد، فإن حياة الإنسان معركة ذات ألوان وحركة تختلف باختلاف ظروف الزمان، وإن النجاح في هذه المعركة منوط بقيام أصلين ساميين ووجود عنصرين أساسيين، وهذان الأصلان الساميان هما العقيدة الراسخة والعمل المرتب المحبوك. وهذان العنصران الأساسيان هم اللذان يسيران دواليب المعركة ويرسمان خطوط آفاق المعجزة ويحققان النصر في نهاية المطاف. فإذا ما توفرت العقيدة ورسخت وتهيأت الفكرة وثبتت، تيسر لأي مجتمع من المجتمعات أن يجند طاقته للعمل وأن ينجز كل ما يحلم به من الأمل فيصل إلى الغاية والهدف عن طريق إيمانه الصحيح ونشاطه الصالح من دون أن تصده العراقل والعقبات ولا أن تفت في عضده المصاعب والأزمات. فالعقيدة بالعمل والعمل بالعقيدة، ومعنى أن الحياة لا تكون بمعزل عن العقيدة أبدا، وأن أهداف الحياة لا تتحقق إلا باجتماع هذين الأصلين وتضامن هذين المبدأين. ولذلك نرى الكتاب العزيز الذي أنزله الله على عبده ورسوله سيدنا محمد بن عبد الله في ليلة أفضل وفي ملأ أعلى، والذي صرف به هذه الأمة وبفضله فضل هذه الأمة تعتصم بهداه وتسير على خطاه. نرى الكتاب العزيز يقرن بين الإيمان والعمل في مواده الخالدة ويشيد بذكرهما في آياته المحكمة. فالسمو الروحي والجمال الخلقي والنهوض الفكري والمادي والمواهب والاستعدادات والخصائص والملكات، كل ذلك تصنعه العقيدة الحجة الصادقة وينتجه العمل الصالح المتماسك. أما الضعيف في عقيدته والمتخاذل في عزيمته وهو الذي يتوقع الهزيمة قبل النصر ويتحدث بالخسارة دون الربح، فإنه لا يحقق معجزة ولا يكسب معركة ولا ينجح في قيادته ولا في سياسته، لأنه لا تتوفر فيه عناصر القوة ولا تتجمع فيه آيات النجاح. فالإيمان النافذ واليقين الصادق هما الأداة المحركة والقوة الدافعة إلى إقامة مجتمع فاضل ناهض، أي إقامة حياة الطهر والعفاف
وحياة العدل والإنصاف وحياة اليقظة والاستعداد وحياة الجهاد والاجتهاد وحياة التواطؤ السليم والتضامن المستقيم. فالعقيدة لا تتجزأ ولا تتبعض كما قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. والقوة الروحية والمعنوية هي استناد القوة المادية، والإسلام يعتمد هاتين القوتين في حياته، ويتحرج أن يكون ظالما ويتجنب أن يكون مظلوما، كما قال الله تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون الناس ولا تقبلون الظلم المقصود من الناس، بل ادفعوه وانصروا المظلوم وأقنعوا الظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. ونصر الظالم معناه كفه عن ظلمه، ونصر المظلوم القيام بجانبه. وإنه ليحز في النفوس ما ألم بالإسلام والمسلمين من النكبات ومن النائبات، وذلك مثل النكبة النفسية والحرب المعتدية التي بيستها الصهيونية والصليبية، والتي تركت أثرا سيئا ومنكرا في النفوس. ولو أن قومنا كانوا على أقوى سبب وأبلغ حجة وأهدى طريق ما كان أمرهم غامضا ومتلجزا ومضطربا، ولو أنهم كانوا يزنون الأمور بميزانها وينظرون إلى الأشياء من قبل في مستقبلها. ولو أنهم كانوا يستثيرون القرآن في حياتهم وفيما ينزل من الأحداث بجانبهم، ولو أنهم كانوا يؤمنون بأخوة الإيمان والإسلام ويؤمنون بضرورة التآزر والتناصر، ما ضاع لهم شبر من الأرض ولا طاحت فلسطين المقدسة فريسة للغدر والمكر، ولما كان الاستعمار والغصب طريقا للملك وحجة للتطرف، ولكننا أضعنا حقوق الأخوة وفرطنا في الأسس وفي الروابط التي تقوم عليها نهضة الإسلام وهدايته. وعسى أن يستفيد القوم من هذه الحملة القاسية الضارية ومن هذا الحدث المؤلم والتصرف المجرم، عسى أن يستفيد الناس من وراء ذلك دروسا تأديبية وتوجيهية وتنظيمية. وأما استرداد الطرف المكسوب الذي انتهكه الشداد والتراث المقدس المغصوب الذي انتزعه النزاع، فهو شيء لازم للمسلمين جميعا، ودين يتعلق بدمائهم وأعناقهم، وبرهان يدل على مدى قوة إيمانهم
وصحة إسلامهم. إلا أن ذلك يتقاضى منا أن ننهض بالدين الحنيف ليوحدنا، وننصر الله العظيم لينصرنا. ونصر الله معناه نصر الحق في توحيده وفي عبادته وفي إقامة العدل وتحريم الظلم بين عباده، وفي قيادتهم في طريق سوي إلى نعمة الدنيا وسعادة الأخرى. ثم نقرع النبع بالنبع فنتلاقى لإحكام السياسة والدعاية، ونتداعى بقوة المال وبقوة السلاح وبصفاء القلوب ليعاودنا نصر الله الذي عهدناه. فنأخذ الطار ونغسل العار ونزيل الغبار، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وإن أول سلاح يجب أن ينقض في وجه أعداء السلام لهو سلاح الاتحاد والنظام، ذلك السلاح الذي لا يفل ولا يتلم ولا يقهر ولا يظلم. وبكل أسف نرى هذا السلاح موفورا عند العدو الأغرق وعند الخصم الألب، ولعله سر النصر في المعركة الأولى. ذلك أنه ما من يهود في العالم إلا وهو يذكر إسرائيل ويخدم إسرائيل بنفسه وحسه وبماله وبجسمه، من دون أن يفرق بين الصهيونية واليهودية، لأن مذهب الصهيونية قد أقيم بإحكام على أساس اليهودية. ونحن يجب علينا أن نكسب هذا السلاح وأن نوفره وأن ندخره وأن نحافظ عليه في كل وقت وفي كل حين، كما يجب علينا أن ننظر إلى القضايا الإسلامية في كل مكان بمنظار السياسة المتآخية لا بمنظار السياسة المتعادية، كما يجب علينا أن نعيد النظر في طريق التربية وفي إصلاح العقلية وفي تنظيم القوات الدفاعية، لنعود قادرين على تصريف سياستنا وتوضيح مشاكلنا وتأمين مكاسبنا ومواجهة أعدائنا. وإذا ما أقمنا الدين ونصرنا الله فقد انتصرنا على خصومنا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وإذا ما وفرنا كل ذلك فقد وفرنا وسائل الدفاع عن حقوقنا، ولقد تعلمنا من منطق الشريعة الإسلامية أن الله لا يغير عوائده على عباده المؤمنين حتى يغيروا، ولا يمل من إسباغ النعم عليهم حتى يملوا، ولا يمنحهم نصره حتى ينصروا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم،
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولقد كان لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الذين استجابوا لله وللرسول والذين استطاعوا بفضل هذه الاستجابة وبفضل إيمانهم الصادق وجهادهم الناطق أن يملأوا عيون أعدائهم وأن يمهدوا طريق الإسلام ويعبدوه في أجل قريب. الأمر الذي جعل العلماء الاجتماعيين والفلاسفة المفكرين يحارون في هذا الأمر ويذهبون مذاهب شتى في تحليله وتعليله. وكما استطاعوا بفضل اعتقادهم واجتهادهم أن يقفزوا قفزة رجل واحد، استطاعوا كذلك أن يؤمنوا هذه العقيدة وأن يحيطوها بهالة من التقديس وبسياج من الاحترام وأن يؤمنوا مواطنها ومكاسبها وأن يحملوا غيرهم على احترام كرامتهم والاعتراف بضلاعتهم. وظلوا يمارسون الحياة بإيمان واتحاد ويحملون راية العدل والجهاد ولا يخلدون إلى الأرض ولا يتبعون الهوى حتى انتشرت دولة الإسلام وأوغلت في الشرق والغرب وانتصرت لغتها وحضارتها واستظلت الأمم بظلها العادل واستفادت الأمم من نظامها الفاضل. ذلك النظام الذي يؤمن الناس على عقائدهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم والذي يذهب بهم في طريق مستوي مستقيم إلى سعادة البلد وإلى سعادة الأبد. وكل ما ثبت لهم من عز ومجد ومن قوة ونفوذ فإنما كان نتيجة لعقيدة الاتحاد والجهاد. أما الاتحاد فهو أجدى وسيلة وأكبر وسيلة وأكبر قوة للانتصار في معركة السعادة وفي معركة الشهادة. وأما الجهاد فهو الذروة والسنام وهو القوة الطبيعية لدحر اللئام ولقهر أعداء السلام. وفي هذين العنصرين الساميين ينطق كتاب الله تعالى فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
وهذه الآية فمثلها آية سورة النساء، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية وأختها تجعل المؤمن بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يعيش شهيدا وسعيدا، وإما أن يموت سعيدا. والمؤمن الصادق في محبة الله وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقيم البينة على هذه المحبة بمتابعة الأقوال والأفعال وبمطابقة الأخلاق والأحوال، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والجهاد في سبيل الله أكثر ما ينبئ عن هذه المحبة التي يكون شرطها المتابعة والمطابقة. والجهاد في سبيل الله له جانبان: جانب الأهواء وجانب الأعداء. وواجب أن يجاهد المرء في هذين الميدانين جميعا، وذلك ما يراد ببيع الأنفس والأموال المشار إليه بهذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكأن الحكمة في اشتراء الله تعالى ذلك، مع أن الكل خلقه وملكه، هو الإشارة إلى ضرورة تسليم العبد نفسه لربه، إذ لا يتم البيع إلا بتسليم المبيع لربه، وإعلان تأكيد هذا الوعد في الموضوع المحفوظ الذي هو الجهاد بالنفس والمال، حتى يكون ذلك حقا لازما لا زكاة منه. ولذلك أفرغ هذا الوعد في صورة البيع والشراء. والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، ولكن له أن يلتزم لعباده بما شاء باختياره، كما التزم لهم بالرزق في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، وكما التزم لعباده المؤمنين بالنصر في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإنما أثبت سبحانه الشراء لنفسه صراحة دون أن يثبت مثل ذلك للمؤمنين، لأن اشتراءه تعالى من المؤمنين البائعين أنفسهم وأموالهم فيه غاية الشرف وكمال الرضا لهم، ذلك أن سعادة السلعة تعرف بأحد أمرين: إما بعظم المشتري، لأن عظيم القدر لا يتولى في العادة شراء الأشياء الخسيسة، وإما بعظم الثمن، لأن الشيء الحقير لا يدفع فيه الشيء الخطير. وألف المؤمنين للكمال، لأن مثل هذا البيع لا يتعاطاه ضعفاء النفوس ولا فقراء الإيمان. وقوله تعالى بأن لهم الجنة واقع في محله وفي مركزه، إلا أنه عندما يسمعه السامع المتشوق من قبل إلى معرفة الثمن يتمكن في نفسه فضل تمكن ويصف فيه خير الرسوخ. والمراد أن لهم الجنة بما كسبوا وبما عملوا، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولما نزلت آية الشراء هذه كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكبر المسلمون وارتز المسجد. فسمع ذلك بعض الأنصار فجاء وهو يزر رداءه، فقال: نزلت هذه الآية يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الأنصاري: بيع رابح، لا نقيل ولا نستقيل. ونقول بالإجمال لا بالتفصيل، لما أخبر الله تعالى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، كأنهم قالوا: ربنا ما الثمن في هذا البيع؟ قال: بأن لهم الجنة. كأنهم قالوا: ربنا كيف نسلم ما وقع عليه العقد؟ قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وإذا فعلتم ذلك فقد سلمتم المبيع ووفيتم ما لزمكم في هذه الصفقة ووجبت لكم الجنة عوضا عن عملكم. كأنهم قالوا: ربنا قد قلت في كتابك العزيز وأشهدوا إذا تبايعت، وأمرت بكتابة الوثائق بين المتبايعين، فمن أشهدت في هذا البيع؟ قال: وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وأنتم تتوثقون بوثيقة واحدة وهذه ثلاث وثائق، وأنتم تثقون بشاهدين وهذه ثلاث أمام، أمة التوراة وأمة الإنجيل وأمة القرآن. كأنهم قالوا: ربنا أنت الذي تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء. قال: ومن أوفى بعهده من الله؟ ولما كان من البيوع ما يعقبه الحسرة والندامة بما يقع فيه من النقص والغبن والخطارة، التفت سبحانه إلى خطابهم وبصرهم بالفوز العظيم في بيعهم: تبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولقد نطق الكتاب العزيز في سورة النساء فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله حسنا. وفضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ولقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا وفريدا في أول دعوته ورسالته، عندما كانت قوة الكفر طاغية وعاتية ومتعدية ومتحدية، فأنذر أهله وعشيرته أول ما أنذر، وما كاد يخبرهم صلى الله عليه وسلم برسالته إليهم خصوصا وإلى الناس عموما، وما يعلمهم صلى الله عليه وسلم بما ينتظرهم من معاد وجزاء، حتى خف عدو الله أبو لهب يسب ويسب ويهجم ويرجم. ولكن اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوثيق وإيمانه العميق جعلاه يتحدى ذلك باستمرار ويسير قدما إلى غايته، وإن فقد المعين والنصير من قرابته فيدعو إلى الله سرا من يثق فيهم ويستأنس بهم ويتابع أعماله ويتابع أعماله واثقا بوعد الله ومؤمنا بنصر الله، حتى استجاب له عدد قليل من الضعفاء، والضعفاء هم أتباع الرسول. فأخذ صلى الله عليه وسلم يعلمه في مدرسة الوحي مبادئ الدين الحنيف، ويبث فيهم روح الإيمان والعمل وروح الصبر على مصاعب الجهاد، حتى أبدل جهلهم علما
وضلالهم هدى وظلامهم نورا وضعفهم قوة. ومن هؤلاء الضعفاء كان السابقون الأولون الذين قام الدين على كاهلهم وكان لهم الفضل بسابقتهم. ولما ثبت إيمانهم ورسخت عقيدتهم نزلوا إلى الميدان يتسابقون إلى الشهادة في سبيل ربهم ويتعرضون للضربات بصدورهم ويبذلون الدماء دفاعا عن عقائدهم وحفاظا على مواثيقهم. وقد تعرض عدد كثير من هؤلاء الصحابة الأبرار إلى أنواع من النكاية والإيداية من طرف بعض قوطات الكفار، فلم يعقهم ذلك عن السير في طريق إسلامهم، ولم يرتدوا بسبب ذلك سخطة لدينهم، بل كانوا أشد وأقوى وأسمى وأروع، يرددون عند عذابهم كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يواسي المستضعفين ويسلي المعذبين في الله، ويواسي أسرة آل ياسر بالخصوص إذ كانت مثل أعلى في الصبر على الإيذاء، فيقول صبرا على آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولم يقتصر هذا الإيذاء والاعتداء على جانب الصحابة، بل امتد إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن الكفار من صفعه على وجهه الكريم ولطمه على جبهته الكريمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر ومصابر. ومنهم من أتى بسلة زجور ملوث بالأقدار ووضعه على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه لا يتململ ولا يتحلحل. وأبرز شيء تجلى فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وجلدوه وتجلت فيه عقيدته وشجاعته قضية الطائف، وقد ذهب إليه ليعرض الدعوة على أهله، فما كان منهم إلا أن سلطوا عليه صلى الله عليه وسلم سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم يسوؤونه صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم. ونظر إذ ذاك يمينا وشمالا وأمام وخلف فوجد نفسه في المعركة فريدا أمام جموع محتسبة متعهدة للاعتداء عليه، فتوجه إلى السماء وأخذ ينادي ربه: إلهي أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تصلني؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، إن الله أمرني أن أطيعك في قومك لما فعلوه بك، فاطلب ما تريد. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم.